احلى انشا حمادة. انشا حمامة، عاوزة حمامة. رد على المذيع انشا حمادة بسبب هذا الفيديو، واليكم تفاصيل الخبر. القبض على انشا حمادة وكروان مشاكل لنشرهم فيديوهات فاضحة. بطل وقعة فيديو المطبخ مع المذيعة انشا حمادة بسبب نشرهما فيديو مثير للجدل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات الأولية أن التيك توكر كروان مشاكل وإنجي قاموا بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب، وأن المحتوى الذي يبث المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية جريئة. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على امرأة تدعى سماح مصطفى والشهيرة بإنجا حمادة بعد انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع التيك توكر يدعى كروان مشاكل داخل مطبخ. وتقدمت المحامية الدكتورة نهى الجندي ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن مقاطع فيديو متداولة للتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجا حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقوم بتقديمه عبر مواقع التواصل المختلفة. اتهمتها المحامية نهى في البلاغ بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تضمن محتوى إباحيا وألفاظا خادشة للحياة بعد نشر مقاطع فيديوهات، وآخرها فيديو بعنوان كروان مشاكل وإنجي في الشقة. وتضمن البلاغ نشر كروان مشاكل وإنجي حمادة فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وأن المحتوى الذي يبث المتهم يحرض على الفسق والفجور، مطالبة بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.